علي، كنت طرحت على حضرتك سؤال قبل الفاصل، إنه هل إثيوبيا بتنفذ أجندات في الأزمة، أو هل هناك حرب بالوكالة بتنفذ ضد مصر عن طريق إثيوبيا وعن طريق بناء السد أم لا؟ طبعا الحقيقة إنه يعني إثيوبيا أولا تبحث عن أن تكون دولة إقليمية ذات بعد استراتيجي مهم، وترى إنه ده لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المياه، ولذلك بدأ الحديث عن أنها تمتلك الأنهار وتمتلك المياه. ده كلام يعني الحقيقة مش كلام دولة، لأنه في مواثيق واتفاقيات دولية، وزي ما بقول لحضرتك يعني النهر ده عمره أكتر من يعني أكتر من 20 مليون سنة، مش وليد قامت عليه حضارات، ويعني واضح طبعا في قوة دولية بتشجع إثيوبيا على هذا النهج، وهذا النهج لاقى هوى لدى إثيوبيا. أعتقد أنه نظرة إثيوبيا أنه ممكن يكون مقر الاتحاد الأفريقي موجود في إثيوبيا ادها الانطباع بأنها يمكن أن تقود القارة أو يمكن أن تقود المنطقة، وبالتالي ده يأتي عن طريق إضعاف مصر. الحقيقة هذه يعني هذه الطرق وهذه المسالك لا يمكن أن تؤدي إلى دولة إقليمية مهمة تلعب دور مهم، تلعب دور سياسي نشط في القارة الإفريقية. الحقيقة الكلام المهم اللي قاله سعادة العميد، عايز بس أقول أنه لدى إثيوبيا مشكلة أخرى متعلقة بالسد، وهي الجدوى الاقتصادية من السد. هناك مشكلة حقيقية تواجه إثيوبيا، وأنه السد لن يحقق جدواها الاقتصادية، وبالتالي إثيوبيا ستتكبد يعني الحقيقة أموال كثيرة للدائنين أو الممولين للسد، لأنه في حديث وكلام كتير عن أنه الجدوى الاقتصادية من أو الناتج من الكهرباء لن يكون كبيرا، ولن يغطي التكاليف أو تكاليف القروض الخاصة بهذا السد، وبالتالي في أزمات متعددة لدى إثيوبيا. إما أنها تريد الحقيقة كم يعني البعض يتكلم عن أنها تريد بيع المياه، تريد أن تأخذ مقابل لهذه المياه اللي هي مش بتاعتها، يعني وفق كل الأعراف والقوانين هذه المياه ليست ملكا لإثيوبيا، ليس معنى أنها بتنزل على أرض إثيوبيا أنها ملك لإثيوبيا. في قوانين بتحكم العالم، وإلا العالم كله كان مزق بعضه في قضية الأنهار. في حاجة اسمها دول المصب، وفي دول الممر، وفي دول في دول المنبع ودول المصب ودول المصب. الدول دي كان ممكن يحدث على مر التاريخ أن تمزق بعضها البعض، ولكن في اتفاقيات حكم، وفي حروب كثيرة جدا منذ فجر التاريخ يعني، ومصر حربت من أجل المياه منذ فجر التاريخ. في مشاكل الاتفاقيات والمواثيق اللي موجودة في الأمم المتحدة هي التي تحكم مثل هذه الأطر، والخروج عنها معناها خروج عن الشرعية، معناها أن هذه الدول تقع في مأزق شرعي ومأزق قانوني، وتصبح دول يعني غير مستقرة قانونا وغير مشاركة في المجتمع الدولي. الدول الحقيقة أو المنطقة كلها هناك من ينظر إليها بنظرة فيها استغلال وفيها أطماع، زي ما في دول عظمى الحقيقة بتمد أردوغان أو تطلق له العنان في التحرك في اتجاهات كما نرى كثيرة، أيضا هناك دول الحقيقة تدعم إثيوبيا. وزي ما كان في كلام كبير جدا عن أنه منذ الحروب الصليبية وحتى الآن في كلام عن استغلال أو الضغط على مصر عن طريق مشكلة المياه، ده هيفضل موجود، لكن بما أنه في مجتمع دولي وفي اتفاقيات ملزمة لكل الأطراف، لا يجوز لدولة أن تأتي منفردة وتتحدث عن أنه ستفعل ما تريد، يبقى أنت لست عضوا في المجتمع الدولي، أو تريد ألا تكون عضوا في المجتمع الدولي. طب أنت عضو في المجتمع الدولي، وما ينظم حركة المجتمع الدولي قانونه يرفض هذا السلوك، يرفض تصريحاتك اللي أنت بتتكلم عنها الحقيقة. يعني حديث وزير الخارجية أنه سيملأ السد بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق أو عدم الوصول إلى اتفاق، ده كلام الحقيقة مش كلام رجل دولة، مش كلام وزير خارجية، يعني كلام ممكن يقوله الحقيقة زعيم
في تمرد، زعيم في عصابه، زعيم، لكن الحديث بهذه الصيغه لا يمكن يكون حديث مبني على القواعد والمفاهيم والاعراف الدبلوماسيه